خلنا شيء أطيب طيب في المسؤولون تقدم من تروح منهم رئاسة البرلمان ينحلون يتقدرون ما حد يدري بحدي هاي واحدة. اثنين هم مستقتلين إلا وهم يقول لك إحنا كنت أنت تمثل مكون سني شلون تمثل مكون سني أنت شلون تكترير دفت إيمان ننجبت هاي السوالف ورا العيد إن شاء الله من يرجعون الحجاج عندهم تصويت من حج يمكن على يوم العيد يا يوم اخويا ورا العيد الجلسه منعقده وسالم العيسى وصاير رئيس برلمان وانتم خايفين على بنائكم الهش لا ينهار بسرعه وعلي ارجوكم ان تتركزون شويه وخلوا الامور ماشيه انتم لما تندلونها رايحه منكم ليش سويتوا مشكله بالجلسه الاخيره؟ تندلون رايحه منكم وانتهى الموضوع والله لو انا لو العب لو خرب الملعب لعب بالمرحله الجايه اذا تقدر تخرب الملعب خربه اقعدوا راحه بيناتنا العباس خلوا الامور ماشيه وخلوا الجلسه تمشي وخلوا سالم يصير رئيس برلمان وقت الحكي يعني الاشكاليه هي بالانبار اشكاليه على زعامه الانبار سيد الهايس طبعا خايفين لا تروح منهم الانبار والانبار رايحه منهم رايحه تبيهم مو بلاياهم بعدين انت لاحظ من يطلعوا لك السول مش على الواحد وكان الانبار مملكتهم مالت ابهاتهم مالت جدودهم يا ترى انتم جبت البارحه فريخ اليوم البارحه صرتوا عني انت حتى قول الحق ونقل الحقيقه للناس ما تنقلونها يعني للاسف الشديد انت تقولون تقدم حرر الانبار تقدم تاسس بال 2018 تقدم اصلا ما كان الا موجود وعليه الكذب بعد ما يعبر على حد كان نائبه ولا نائب ولا مسؤول ولا عضو قيادي ولا كذا مصيرهم مرتبط برئاسه البرلمان. نعم. يعني هذا اليوم لونهم مسيطرين ومتاكدين من بنائهم الهش الا من عين باكر يقبلون باي واحد يصير رئيس برلمان.